أخبركم سر عن العرسان. جوزيف ونانسي أعضاء بجروب خطير، نوع من التنظيم السري اللي بيخطط لمؤامرات وهمية وقصص يومية، وهالجروب اسمه لأ 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 وجاء هنا. هذا محتوى الجروب، والأهم أنه أعضاء الجروب موجودين معكم وحدكم هون بالعرس. طبعاً فهالمناسبة ما بتتفوت، ولأنه هالمناسبة من أهم مناسبات الجروب رح نعرفكم ونقدم لكم أعضاء الجروب بالألقاب مع رسائل صوتية فيها رقص وفقش وطقش. ليش لا؟ ما الجروب اسمه لا لا. مروان الشيخ، عندك مشكلة؟ مروان هو الشخص اللي بحلها أو اللي على الأقل بيسمع لك. أحلى عرسان ابننا وبنتنا صديقنا وصديقنا. كارول الشيخة، مرت الشيخ اللي استحقت لأبا بجدارة. البوس الياس رزق، عجقة توب توب توب. زوزو نظام الرقبة معك ليس كتير لزوزو، وعرس زوزو هو أهم عرس بسنة 2000 أحلى عرسان. أقول خينا وإختنا بيير زعيم الحركات المدروسة والكلمات الموزونة. زوزو عنده شغلة اثنين، يا بالنهار مرتين قتلي؟ ايه قتلي، عم كان قتلي أو يوم أي يوم لا كيف؟ بس عم لأنه كانت إنه ما يخبط بلبنان، بلبنان ما فينا هلا إنون طلعوا إنون ضد ال شو بسموه العنف الأسري، العنف الأسري ما في تخبط. ياب تحكي فيها بالطيارة تعمل لك الفين هيك، عرفت كيف؟ أو بكون طلعت تجي لهون. ريتا باربي أو الماما هوليك. ألف مبروك والله يهنيكم. قوي سعاد أم السوس ملكة الواجبات. زوزو نانسي مبروك ودعسولي على إزرك. جورج الكلوني عضلج الجروب وخط الدفاع الأول. محسوبكن الياس التشيرمن المنسق الإعلامي للجروب اللي ما بيفتح الجروب. مثل ما شايفين احنا عم ننتج هلا فيلم العرس لأ لأ بالعرس. العرسين جوزيف ونانسي الساعة 12:30 قاعدين بزحلة والأرجيلة شغالة وإلي عم يشتغل وعم ننتج، والله يهنيكن يا عرسين. لينا البيروتية الكتير كلاس. جوزيف نانسي، اكتشفنا انه العريس والعروس بلا الاب، والحقيقه هذا تقصير منا. جوزيف عضو قديم بالجروب وما نال اللقب، بس نانسي معذورين انه ما نسميها لان ما صار لزمان بالجروب. وعلى سيره العضويه، نانسي ما صارت بالجروب الا بعد فتره اختبارات كبيره وتحريات وامتحانات، وهذا شمل الاكل 10/10، الشرب 10/10، الرقص 10/10، النكت 10/10، وهيك استحقت تكون بالجروب. نرجع للعرس. الجروب بحالة تحضير صار لفترة بخصوص العرس، والتحضيرات عادة بتكون على طاولة فيها أكل وغنية وتحية، ومع هيدا كله ما سمينا العريس والعروس بأي لقب، مع أنه العريس رومانسي من الطراز الأول. بعت للعروس جاتو على الطيارة، سو سويت. ايه سويت، لأن جوزيف صار الصهر لمحل حلو. جوزيف هيدا الجاتو مش من عند دالاس، يعني مش مسموح. Think twice, Joseph.
You can do it. Congratulations. نظرة على وضع البيت عندي، بطل في زاوية فاضي، بطل في بخش، بطل في مطرح كل شيء. كنت عايش وحدة ولا اللي وينك هلا خربت. هلا كان قبل عندك تبقى نية شامبون مثلا، هلا بالحمام في 12 قنينة، 13 قنينة بعندوش، 16 ليفة، 50 بارفان. نانسي عم نمزح مش فكرة عشية ليفة الأصابيع الإجرين ليفة نانسي ماخذ ياك قول ها قوت عشية. بس هي ردت التحية بأحلى منها. قولي كلمة لجوزيف على 30 ألف مرة. يمكن جوزيف بيستحق لقب الرومانسي، بس بعد تفكير طويل حيضل جوزيف ونانسي العرسين عرسين الجروب. نانسي أهلا وسهلا فيكي بعائلة لقلقة، وهلأ صرتي معنا بشكل رسمي. انتبهي لجوزيف، هيدا خينا. جوزيف انتبه لنانسي، صارت اختنا.